الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، يسر أمورنا، استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، وفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحب وترضى، واختم لنا ولسائر المسلمين بخاتمة السعادة أجمعين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين. وكنا جلسنا في المجلس السابق أول درس في كتاب أحكام الفرائض والوصايا، ووقفنا على قوله والوارثون من الرجال المجمع على إرثهم 10، بالاختصار وبالبسط 15، هم 10 بالاختصار، على أساس أن مثلا يقول لك إيه والأخ، تفك الأخ ده يطلع الأخ الشقيق، والأخ الأب، والأخ الأم. ساعات يقول لك مثلا إيه الابن، وتفكه يطلع ابن الابن، والعم تفكه يطلع العم الشقيق والعم لأب، وهكذا، وابن العم يتفك ويطلع ابن العم الشقيق وابن العم الأب. فعشان كده ويقول لك ابن العم اختصارا، لكن انت عارف ان هما بيتفكوا، لانه اصلا مبنى على اختصار. والوارثون من الرجال المجمع على ارثهم 10 بالاختصار وبالبسط 15. وعد المصنف 10 بقول الابن وابن الابن وان سفل، والأب والجد وإن علا، والأخ وابن الأخ وإن تراخى، والعم وابن العم وإن تباعدا، والزوج والمولى المعتق إلى آخره. ولو اجتمع كل الرجال ورث منهم 3، يعني لو كل الرجال دول اجتمعوا معناه اللي ميت امرأة، كويس، ورث منهم 3، الأب والابن والزوج فقط، لأن طبعا الابن هيحجب الإخوة، والأب هيحجب الجد ويحجب العم والزوج، فتلاقي إيه مش هيورث منهم إلا الثلاثة دول، لأن الباقي يحجبوا، الأب والابن والزوج فقط، ولا يكون الميت في هذه الصورة إلا امرأة. والوارثات من النساء المجمع على إرثهن 7 بالاختصار وبالبسط 10. وعد المصنف 7 في قول البنت وبنت الابن والأم والجدة، البنت وبنت الابن والأم والجدة، أدي 4، وإن علت، والأخت والزوجة، والمولاة المعتقة إلى آخره. ولو اجتمع كل النساء فقط ورث منهن 5، لو اجتمع كل النساء يبقى الميت ايه؟ ذكر، هيبقى رجل. ورث منهن 5، البنت وبنت الابن والام والزوجة والاخت الشقيقة، ولا يكون الميت في هذه الصورة الا رجلا. ونقف عند ومن لا يسقط من الورثة بحال، من الورثة بحال 5 الزوجان، هنقف عند دي، نشرح الجزء ده ونقف عند هذا الحد. يقول في الحاشية قوله 10 بالاختصار، اللي هو الوارثون من الرجال المجمع على إرثهم 10، أي بطريق الاختصار بواسطة عد الأخ
واحد يعني، سواء كان لأبوي أو لأب أو لأم واحدا. احنا عارفين ان الاخ لابوين للاب والام يسموه الاخ يا اخوه ايه اعيان او اشقاء، والاخ لام يسموه الاخوه اخياف، والاخوه لاب يسموهم الاخوه العلات. يبقى عندنا اخوه علات وفي اخوه اعيان وفي اخوه اخياف، الاخياف لام والعلات لاب والاعيان لام واب. يبقى عندنا ثلاث انواع من الاخوه، لكن هو خلى الثلاثه دول اختصارا الاخ وخلاص. وابن الاخ عد واحد برضه، مع ان ابن الاخ ده ممكن يبقى ابن الاخ الشقيق او ابن الاخ الاب، ما يخشش ابن الاخ الام يورث اصلا لانه من الايه من قول الارحام، لكن ابن الاخ الاب ممكن يورث لو ما فيش ايه الأخ الشقيق ولا ابن الأخ الشقيق، لكن ممكن يورث. وسواء كان وابن الأخ سواء كان لأبوين أو لأب واحد أو لأب واحدا، يعني عدى ابن الأخ وهم نوعين عداهم واحد، فيبقى عندك هنا اختصر لك ثلاثة لحد دلوقتي. والعم سواء كان لأبوين أو لأب يبقى اختصر كمان واحد، يبقى كده مختصر أربعة، لأنه ممكن يبقى العم الشقيق ممكن العم لأب، العم الأمة ما بيورث لأنه أولي أرحام، واخد بالك؟ اللي هو أخو الأب لأم، لو أبوك لي أخ لأم يبقى عمك برضو بس ده ما بيورث، واخد بالك؟ لكن اللي بيورث اللي هو إيه العم اللي من جهة الآباء. والعم سواء كان لأبوين يعني عم شقيق أو لأب واحدا، عدى الاثنين دول واحدا. وابن العم برضو عدى ابن العم وهم نوعين، ابن العم إيه الشقيق لأبوين يعني أو ابن العم لأب، عدهم الاثنين دول واحد، يبقى هو كأنه اختصر لك خمسة من الخمستاشر فعد لك عشر، واضح؟ لكن هم في الآخر من حيث البسط خمسة عشر. قوله وبالبسط خمسة عشر، وبيان طريق البسط أن يقال الأب، هيدهم لك بقى بطريقة البسط، الأب وأبوه وإن على، اللي هو الأب والجد يعني، الأب وأبوه وإن على، والابن وابنه وإن سفر، والأخ الشقيق والأخ للأب والأخ للأم، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ للأب، لحد دلوقتي احنا تسعة. والعم لأبوين اللي هو العم الشقيق، والعم لأب، وابن العم لأبوين، وابن العم لأب، والزوج، وبعدين الخمس عشر، وذو الولاء. يبقى كده ايه عدهم لك خمستاشر بطريق البسط. فيزاد في طريق البسط اثنان في الأخ لأنه كان واحدا في الاختصار، وصار ثلاثة في البسط، وثلاثة في ابن الأخ والعم وابن العم، عشان جاب الشقيق وإيه ولأب، لأن كل واحد منهم معدود في الاختصار واحدا ويعد في البسط اثنين. قوله وعد المصنف العشرة إلى آخره، في بعض النسخ عد العشرة بتمامها وهو ظاهر، وفي بعض النسخ إسقاط بعضها من كلام المصنف حيث قال الابن وابن الابن وإن سفل، تنفع تقول سفل وسفل وسفل، تنفع بس الايه اللغة الفصيحة بفتح الفاء، لكن تقول سفل أو سفل أو سفل تنفع الاثنين بتسليس الفاء يعني. قال الابن وابن الابن وابن الابن وابن 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 الابن وابن 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 ابن الابن وهكذا، وكذلك الاب وان على، الاب والجد وابو الجد وابو ابو الجد وهكذا. ولا يخفى ما فيه، وسكت عن الخمسه الباقيه في طريق البسط مع اشارته اليهم،
وقد قدمنا بيانهم وقوله بقوله متعلق بعد، يقول ايه؟ وعد المصنف العشرة بقوله، بقوله. كلمة بقوله هنا تملي شبه الجملة لازم تبقى ايه؟ ليها متعلق بفعل، فتعلقها بفعل عد، كويس، متعلق بعد. قوله الابن وابن الابن وهما من اسفل النسب، يعني اللي هما ايه؟ تملي احنا بنبتدي النسب من فوق كده، نكتب الجد وبعدين جاب الاب والاب جاب الابن والابن جاب ابن الابن، فتلاقي اسفل النسب تملي، واخد بالك؟ وهما من اسفل النسب. وانما قال وابن الابن احترازا على ابن البنت، عن ابن البنت، ولو قال وابنه لكان اولى واخسر، يعني لو قال الابن وابنه كان اخسر، بدل ما اقول ابن وابن ابن وتتلخبط، يقول لك الابن وابنه. ولو قال وابنه لكان أولى وأخسر، ولعله قال وابن الابن للإيضاح عشان ما يدخلش ابن البنت. ابن البنت عندنا احنا في الايه؟ بيورث بس مش من أهل الفروض، بيورث بالوصية الواجبة، ده في القانون المصري، لكن احنا بنتكلم هنا على أصحاب الفروض. وقول وإن سفل بفتح الفاء على الأفصح الأشهر، ويجوز ضمها وكسرها، ومعناه نزل أي ابن الابن كابن ابن الابن وهكذا. قول والأب والجد، تفتح الجيم مش قول الجد، الجد الاجتهاد، إنما الجد اللي هو إيه؟ اللي هو أبو الأب. والأب والجد وهما من أعلى النسب في العالي، نبتدي الأول الجد فالأب فالابن فابن الابن، يبقى أعلى النسب الجد، وهما من أعلى النسب. ولذلك قال وإن على أي الجد، والمراد به أبو الأب، لأن أبو الأم ما بيورث، يبقى ما يورث الجد هنا يعني أبو الأب. وإنما لم ينبه عليه لوضوحه، ولو قال والأب وأبوه لكان أوضح، عشان ما نقولش إن لا يقصد وما يقصدش، أما يقول الأب وأبوه يبقى خرجنا أبو الأم، لأن أبو الأم برضو جد. قول والأخ أي لأبوين أو لأب أو لأم، الأخ ثلاثة، ما تفكوا في الإرث، الأخ ثلاثة، ثلاث احتمالات، إما أخ شقيق أو أخ لأب أو أخ لأم، كويس. وقول وابن الأخ أي لأبوين اللي هو ابن الأخ الشقيق أو لأب فقط، بخلاف ابن الأخ لأم فإنه من ذوي الأرحام، يبقى ابن الأخ تخرج على طول ابن الأخ الأم، لأن الأخ الأم يورث، لكن ابن الأخ الأم ما يورث، لكن ابن الأخ لأب أو ابن الأخ الشقيق قد يرث إذا مات أبوه، ما كانش موجود. أيوة طبعا، عشان كده معددهم بالترتيب بنظام الحجب، الشقيق يحجب الأب، اللي هو يدلو للميت من جهتان يحجب للي يدلو للميت من جهة واحدة، لأنه ده أقوى، خدت بالك؟ ده بيوصل للميت عن طريق الأم وعن طريق الأب، يبقى يدلو إليه من جهتان، فيحجب اللي يدلو للميت من جهة واحدة، واضح؟ وابن العمي، لكن ابن الأخ الأب وابن الأخ الأم يورثوا مع بعض، لأنه الاثنين بيدلوا للميت من جهة واحدة، ده من جهة الأم والتاني من جهة الأب، واخد بالك؟ واللي ورثه سيدنا عمر، واتفق الصحابة على كلام سيدنا عمر، وسموها المسألة الحميرية أو الحجرية أو العمرية، لأنه المفروض يورث ابن الأم
الأخ لأم، الأخ لأم يورثه، والأخ الشقيق، الأخ الشقيق يحجب الأخ الأب. فلو ليه أخ لأم وأخ لأب وأخ شقيق، اللي يورثه الأخ لأم ياخد السدس، والأخ الشقيق ياخد الباقي، والأخ لأب ما يورث حاجة حيث الفرائض كده. فجوم الإخوة لأب راحوا اشتكوا لسيدنا عمر، واخد بالك؟ قالوا بقى اتورث الأخ لأم وتورث الأخ لأب. هب أن أبانا حمارا، هب أن أبانا حجرا، فسموه الحجرية أو الحمير، واخد بالك إزاي؟ فسيدنا عمر قال أنتم شركاء، شرك الأخ الأب مع الأخ لأم، فادهم الثلث يبقوا إيه؟ يقتسموا بالتساوي، الذكر مثل الأنثى، الذكر مثل الأنثى. اجتهاد، اجتهاد من سيدنا عمر بن الخطاب، وأجمع على هذا الاجتهاد الصحابة كلهم وافقوا، واخد بالك؟ فبقت مسألة خلاص مجمع عليها حتى في المذاهب الباقية، كل المذاهب خد، لأنه إجماع صحابي. قبل وقوله والعم أي لأبوين، اللي هو العم الشقيق، احنا نقول عليه العم الشقيق، لأبوين أو لأب فقط، بخلاف العم لأم والمراد به أخو الأب لأمه، فإنه من ذوي الأرحام يعني لا يرث. عند مذهب الشافعية ذوي الأرحام ما بيورثوش، الأحناف لو انفرد ذوي الأرحام ياخدوا الإرث، لو فيش غيرهم ياخدوا الإرث. واضح؟ يعني مات وما تركش إلا خاله مثلا أو ابن خاله، وهو مقطوع من شجرة، على مذهب الشافعية ابن خاله ما يورثوش لأنه من ذوي الأرحام. طب وماله يروح فين؟ بيت مال المسلمين. طب ما فيش بيت مال المسلمين دلوقتي، يقول لك يبقى يروح لابن خاله أو لخاله، طالما ما فيش بيت مال المسلمين زي اليمني. يعني على اليمني على مذهب الشافعية برضه ذوي الأرحام يورثوا لحد ما يبقى في بيت مال للمسلمين، ساعتها ذوي الأرحام يطلعوا. لكن الأحناف حتى لو في بيت مال المسلمين يقول لك ذوي أولي الأرحام أولى من الغريب، فهمت؟ والمذهب وأظن القانون المصري ماشي على مذهب الأحناف في المسألة. وقول وابن العم أي المذكور بأن كان لأبوين أو لأب، بخلاف ابن العم لأم فإنه من ذوي الأرحام. وقوله إن تباعدا أي العم وابنه، فيشمل العم عم الأب وعم الجد. افرض العم لأب المباشر، أو افرض إن العم الغير مباشر اللي هو أخو جده برضه يورث طالما العم المباشر مش موجود، وهكذا. فيشمل العم عم الأب وعم الجد وهكذا، ويشمل ابنه ابن ابن العم وابن ابن ابن العم وهكذا إلى حيث ينتهي. وهذه الأربعة أوسط النسب. قوله والزوج أي ولو في عدة رجعية، فإن الرجعية كالزوجة، يعني طلق مراته طلقة رجعية، مراته ماتت وهي في العدة يورث. واضح؟ طيب هو اللي مات ومراته لسه في العدة تورثه. واضح؟ طالما طلقة رجعية. لكن لو طلقة بائنة لا، لو طلقة بائنة إما بينونة كبرى أو بينونة إيه صغرى. البينونة الكبرى يعني زي الخلع عند القاضي، واخد بالك ازاي؟ تبقى بينونة صغرى ما يورثوش، لا يتورثان لان انقطعت العلقة. والبينونة الكبرى انها تبقى طلقة ايه؟ الثالثة، ثالث طلقة ما يعرفش يردها يعني. الا في بعض الظروف زي في مرض الوفاة، لو طلعها في مرض الوفاة نعامله على خلاف قصد. فبيقول هنا فإن الرجعية كالزوجة في خمسة أحكام، في خمس أحكام الرجعية كالزوجة: التوارث ولحق الطلاق والظهار والإيلاء. يعني هو مطلقها طلقة رجعية وهي في عدتها ظاهر منها،
يبقى ايه؟ يتعلق بها حكم الظهار. كويس؟ او طلقها طلقة تانية وهي في عدتها تقع الطلقة التانية. واضح؟ والإله برضه، والإله ان هو يحلف الا يقربها. كويس؟ ده اسمه الإله، من الحلف يعني، واليمين. يبقى التوارث ولحوق الطلاق والظهار والإله وامتناع نكاح الأخت طول ما هي في عدتها وعايز يتجوز أختها، ما ينفعش يتجوز أختها لحد ما تنقضي عدتها. كويس؟ وماش كده وبس، لو هو متجوز أربعة وطلق واحدة طلقة رجعية، ما ينفعش يتجوز الرابعة طول ما دي لسه في عدتها، لأنه كده يبقى جمع بين خمسة. فهمت؟ وامتناع نكاح نحو أختها وأربع سواها وهي في العدة. وقوله هو المولى أي ذو الولاء، ويطلق على 20 معنى. الولاء ده يطلق على 20 معنى، في ولاء نصرة، وفي ولاء إسلام، وفي ولاء عتق، وفي ولاء حلف، واخد بقى أنواع كتيرة يعني، وفي ولاء قرابة، وفي ولاء جوار، يعني أنواع كتيرة. الولاء ده أنواع كتيرة. والمولى أي ذو الولاء ويطلق على 20 معنى، والمراد منها هنا السيد، السيد المعتق يعني. وقول المعتق بكسر التاء فيه قصور، لأنه لا يشمل عصبة المعتق المتعصبين بأنفسهم، فلو أسقطه لكان أولى وأخسر. وأجاب الشيخ الخطيب بأن المراد به من صدر منه الاعتاق أو ورث به، فلا يرد على الحصر في العشرة عصبة المعتق ومعتق المعتق وهذان من غير النسب، لأن الولاء يتوارث. فقال لك أنت ما جبتش الإرث بالولاء، قال لك هو يقصد الاختصار. قول ولو اجتمع كل الرجال فقط أي دون النساء، ولو أبدل كل بجميع بأحلى، لو اجتمع جميع الرجال فقط أحسن من كل. ليه بقى؟ هيفهمك الشيخ. لكان أنسب، لأن كل للأفراد، فمعناه كل فرد فرد وجميع للهيئة المجتمع. أما تقول حدي لكل واحد منكم كتاب، يعني حدي كتاب لفرد فرد، فهم؟ لكن أما أقول جميعكم يحضر، يعني معنى الهيئة كلها، هو يقصد الهيئة هنا، فكان حقه يقول جميع الرجال أحلى ما يقول كل الرجال. كل دي يعني بيبين لك عمق إيه العلماء في مراعاة أصل اللغة. ولو أبدل كل بجميع لكان أنسب، لأن كل للأفراد، فمعناها كل فرد فرد وجميع للهيئة المجتمعة. وقول ورث منهم ثلاثة، الأب والابن والزوج، أي لأنهم لا يحجبون، دول ما يحجبوش أبدا، فيش حد يحجب الأب ولا يحجب الابن ولا يحجب الزوجة، الزوج يعني، وكذا الزوجة والزوج، أي لأنهم لا يحجبون. وقول فقط أي دون غيرهم من الرجال، لأنه محجوب بالإجماع. فابن الابن بالابن، ابن الابن يتحجب بإيه؟ بالابن. والجد يحجب بالأب، والباقي بهما بالابن والأب. ومسألتهم لما يبقى موجود الثلاثة دول اللي هو أب وابن وزوج، هتبقى مسألتهم من 12، يعني نقسمها على 12، لأن فيها ربعا للزوج وسدسا للأب، فيها ربع وسدس، والباقي ياخدوا الابن. فاهم؟ فطالما فيها ربع وسدس نعمل ايه؟ في طريقة حلوة على فكرة، ما اتعلمناش احنا في الجبر، كنا اتعلمناها في علم المواريث، انك انت تنصف واحدة منها منهم وتضرب في العدد الكامل، تقوم تجيب هقسمها على كام قسمة، يعني انصف الاربعة تطلع 2، اضربها في السدس في الستة يطلع 12، او انصف الستة
واضربها في الاربعه كامله، 3 في 4 تطلع 12. فهمت الطريقه؟ طريقه ما خدناهاش يعني في حصه الجبر زمان احنا صغيرين، واخد بالك؟ لكن هي تلاقيها موجوده في كتب المواريث، يقوم يجيب لك على طول هتتقسم ازاي. يعني لما تبقى المساله فيها ربع وسدس تبقى من 12، طب فيها ربع وتمن او فيها سدس وتمن تبقى 24. طالما سدس وتمن على طول تحسب، تقسم التمانية تقسمها خليها أربعة واضربها في ستة تطلع 24. فهم؟ أو أقسم السدس الستة تبقى تلاتة واضرب التلاتة في التمانية كاملة تطلع 24 برضه. فهمت الطريقة؟ طريقة حلوة يعني احفظها، تقوم في المواريث تلاقي نفسك بتقسمها على طول بسرعة. يعني تشوف الأول فيها أسداس وأثمان ولا فيها أرباع وأثلاث ولا فيها ايه، وبناء عليه تبتدي تحسب هتقسمها عليك. يعني حضرتك بنقسم التركه لنصين، هتقسم التركه في الهنا ل 12 ايراد 12 نصيب. فهمت ازاي؟ وتبتدي بقى ده هياخد كم من 12 وده كم ياخد من 12 وده كم ياخد من 12. ليه بقى 12 بالتالي؟ علشان تنفع على الكل. مش احنا بنوحد المقامات؟ طيب عشان حاجة تنفع الكل. فهمت؟ دي هي مجموع الأجزاء وقيمة الجزء، كنا خدناها في خمسة ابتدائي. بيقول لك مجموع الأجزاء وقيمة الجزء وتقسم وتعمل وتضرب، فاكرها؟ طيب ولا اتلغت على أيامكم؟ ما كان مكررة علينا زمان أيام شرشر نط كل البط، وبعد كده جابوا عادل وسعاد في الحديقة ولغوا شرشر. كل مدى قاعدين يبوظوا في التعليم، يعني ايام ما كان التعليم شرشر كان احسن من ايام سعاد، واخد بالك؟ وقبل شرشر كان احسن من ايام شرشر، وهكذا. هم قاعدين ايه يبوظوا في التعليم، فربنا ينجينا. فهنا بقى يقول لك ايه بقى؟ ومسالتهم من 12 لان فيها ربعا وسدسا، وكل مساله فيها ربع وسدس فهي من 12. وانا فهمتك ازاي تجيبه سهله. للاب السدس، طالما هندي للاب السدس يبقى ياخد 2 من 12. فهمتني بقى؟ ما هو سدس 2 على 12 تطلع سدس. وللزوج الربع يبقى نديله 3 على 12، مش كده برضو؟ طيب وللابن الباقي يبقى الباقي 7. سهله بقى. قول ولا يكون الميت في هذه الصوره اي صوره اجتماع كل الرجال إلا امرأة، أي وهي الزوجة، لأن الفرض وجود الزوج. أما يقول لك ال 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 الورثة زوج، زوج يبقى معناها اللي ماتت ست مرات، مش كده على طول؟ تفهمها على طول كده. طب الورثة تقول زوجة وأم وبنت، يبقى زوج بقى اللي مات. على فكرة زوج ينفع للذكر والأنثى لغة، ولغة رقيقة أوي تقول على الست زوجة، لكن في باب المواريث استثنوا وقال لك تعامل بهذه اللغة الرقيقة علشان تمنع الاشتباه. الإمام الشافعي كان يهرب منه يقول المرأة، مات وترك امرأة، يقول علشان الإمام الشافعي أصله في اللغة قوي ما يرضاش، فكان الإمام الشافعي يستعمل اللفظ ده، يقول لك ماتت وتركت رجل وابن يعني زوج كده. هنكرر كثير في المواريث، هنقراها كتير. لا اولا لازم تراجع جدول الضرب وجدول الجمع وتبطل الكالكوليتر. بس الكالكوليتر بقول لك بيخلي الناس مخها خلاص اتقسم. هتتكرر الحاجات دي كتير ما تقلقش. قول والوارثات من النساء اي حال كونهن من النساء، والمراد بهن الاناث. يعني مش يقول بقى النساء يعني العيلة الصغيرة اللي بتوقع دي خرجت، لا يعني الأنثى سواء بقى إن شاء الله تكون بترضع. والمراد بهن الإناث ليدخل فيهن الصغيرة، وهو معلوم من صيغة المؤنث. وقوله وهي قول الوارثات فإنه جمع مؤنث. وقول المجمع على إرثهن تقدم أنه احتراز عن ذوي الأرحام.
سبع بتقديم السين على الباء الموحدة، وقوله بالاختصار أي بطريق الاختصار بواسطة عد الجدة واحدة، مع أن الجدة قد تكون جدة لأم وجدة لأب. خد بالك أن الجد لأم ما يورث، الجدة لأم تورث، فهمت؟ الجد لأم ما يورث بحال، لكن الجدة لأم لو اجتمعت مع الجدة لأب يقتسم السدس، فهمت ازاي؟ مراعاة لحق الايه؟ الام، لان الام النبي وصى عليها اكتر من الرجل. طب فرضا يا دكتور ولا مرتب على وصية سيدنا عمر؟ لا لا، هم اتفقوا على كده بعضها باجتهاد الصحابة وبعضها بان النبي ورثها، زي خبر عن سيدنا عبد الله بن مسعود وجد، وبعض الصحابة اجتهد ووافق اجتهاده، ما كانش عارف ان النبي ورثها فلقاها اجتهاد ووافق. وقوله بالاختصار اي بطريق الاختصار بواسطة عد الجدة واحدة سواء كانت من جهة الابي او من جهة الام، والاخت واحدة سواء كانت لابوين او لاب او لام. قوله بالبسط عشرة، لان هندخل الاخت يبقوا تلاقت، هنزود عليهم اتنين، والجد هنزود عليها لام، الجدة لام، فما تحط التلاتة دول تزودهم على السبعة بقوا عشرة، يبقى بالبسط عشرة وبالاختصار سبعة. وبيان طريق البسط أن يقال الأم والجدة للأب والجدة للأم وإن علتا، والبنت وبنت الابن وإن سفل، ما تقولش وإن سفل لحسن تفتكر إن الكلام عاير على إيه؟ على بنت الابن، خدت بالك؟ إنما هي إيه؟ بنت الابن. وإن سفل، وسفل هنا داخل عايل على الابن وابن البنت، فتقول سفل احلى. والاخت الشقيقه، والاخت للاب والاخت للام والزوجه، والمولى المعتقه، فيزاد في طريق البسط ثلاثه على سبعه فتكون الجمله عشره. قول وعد المصنف السبع اي بطريق الاختصار كما هو الفرض، ولم يبين الشارح طريق البسط تفصيلا مع كونه نبه عليه اجمالا وقد بيناها سابقا تفصيلا. وقوله في قوله متعلق بعدة برضو زي هناك. دكتور ماشي، هو المولاة المعتقة ولا المعتقة؟ لا، المعتقة اللي اعتقد، هو يقصد هنا اللي اعتقد لها حق في انها تارث من اعتقته ان لم يكن له وارث. قول البنت وبنت الابن، وهما من اسفل الناس، بننزل من تحت، هيبتدي من تحت، احنا قلنا النسب يبتدي من فوق، الجد الاب او الجدة والام والابناء وابناء الابناء وهكذا، فهو عايز يبتدي من تحت وهما اللي هو البنت وبنت الابن من اسفل النسب. وفي بعض النسخ وان سفلت، والصواب وان سفل بحذف المثنى الفوقية، اذ الفاعل ضمير يعود على المضاف اليه وهو الابن، وإثبات المثنى ربما يؤدي إلى دخول بنت بنت الابن في الإرث، وهو خطأ لأنها من ذوي الأرحام، يعني بنت بنت الإيه الابن ما تورث، لكن بنت الابن تورث، لكن بنت بنت الابن ما تورث، وهو خطأ لأنها من ذوي الأرحام. ويجاب بأن المراد سفلت، أستعرف ال ما تورث، لان ما يوصلها تلاقي ايه، يتقطع النسب، يتقطع النسب بام، يعني تلاقي في اباء وفستهم واحد فتقطع النسب، واخد بالك؟ لكن بنت ابن الابن ماشي. ويجاب بان المراد سفلت بسفول ابيها لتدخل بنت ابن الابن وهكذا. قول والأم والجدة، وهما من أعلى النسب، ولا فرق في الجدة بين أن تكون من جهة الأم كأم الأم أو من جهة الأب كأم الأب، بشرط ألا تدلي بذكر بين أنثيين، يعني لازم الجدة عشان تورث لا تدلي بذكر بين أنثيين، تفضل كده صلتها
في انها تبقى جده عن طريق الامهات. فهمت ازاي؟ يعني ما ينفعش مثلا الجده اللي هي ام الاب، لاننا دخل اب دخل ذكر، خدت بالك؟ هيشرحها لك. لا تدلي بذكر بين انثيين بان تدلي بمحض الاناث او بمحض الذكور، يا اما تدلي بمحض الذكور كلهم ذكور لحدها او كلهم اناث لحدها، انما بقى ايه ذكور وحته اناث وبعدين رجع التاني ما ينفعش، مش هتاوز. فان ادلت بذكر بين انثيين كام ابي الام، ام ابي الام ما تورث لانها جايه، شوف الام اهي وبعدين ابوها وبعدين ام ابوها، يبقى بينهم ايه ذكر ما تورث. كام ابي الام فلا ترث لانها من ذوي الارحام وتسمى الجده الفاسده. الفاسده، الفساد هنا بمعنى لا ترث، مش فساد اخلاقي يعني، لان ممكن تبقى وليه صالح محترم اهل الجنه، فهمت؟ لكن يقصد الفساد هنا يعني معناها انها مش هتاثر يعني في الارث، وجودها زي عدمها يعني، ادي يسموها. ويسموا برضو الجد الام الجد الفاسد، واخد بالك؟ في باب المواريث، بس طبعا وانت بتذاكر باب المواريث وجدك لامك قاعد ما تقولش كده عشان ما يزعلش منك، تقول له انت جد فاسد يزعل طبعا. لان الفساد من جهه ان هو لا يؤثر في الارث، بس مش معناه اخلاقي يعني. وهو اسم دمه تقيل يعني، انا شخصيا ما احبش اقوله، احنا نسميه الجد غير الوارث وخلاص. قول والاخت وهي من الحواشي سواء كانت لابوين او لاب او لام. قول والزوجة أي أيوة، ولو في عدة رجعية كما تقدم في نظيره. ما احنا قلنا يعني الحواشي اللي هو حواليه يعني، مش من سلسلة النسب، مش من عمود النسب يعني. انت ما بتيجي تعمل كده، الاب ادى ابناء، كويس؟ كل ابن من دول واخد بالك اخته جاية منين بالنسبة له؟ حاشية دي، مش كده برضو؟ غير ابنائه، ابنائه من نفس السلسله ماشيه كده، لكن اخته تلاقيها ايه جنبيه، تبقى من الحواشي. ادي معناه من الحواشي. ما هم بيجتمعوا في اب، لكن هي بالنسبه له في درجته جنبيه مش طالعه منه، فيسموه حاشيه. فهمت ازاي؟ لكن ابنه طالع منه، لو شيد من الابن كده تطلع تخبط في الاب تخبط في الجد، خط واحد ما تلاقيهمش جنب بعض، لكن الاخ والاخت تلاقيهم جنب بعض طبقه واحده، يسموهم حواشي. فاهم؟ والاخت وهي من الحواشي، ما تقولش ما من الحواوشي طلع مسموم، ها؟ وغير مقصود على فكره، لان مدام نيلي دي احنا نعرفها، دي جارتنا كانت في المهندسين وست طيبه، واخد بالك؟ ده هو الظاهر غير مقصود. ليه؟ لان هي عامله 200 سندوتش وزعتهم على الناس، اللي تسمم 60 ومحيش حد بقى يتسمم، دليل ان ال 60 دول ركنوا السندوتشات لحد بالليل فحمضت وكلوها حمضت، فهم دول اللي تسمم، لكن اللي كلوها على طول ما تسمموش. فهي مساله سوء حفظ يعني، خدوا العيال ملخومين طبعا، قاعدين بيضربوا وبيتخانقوا وبيعملوا طول النهار، فركنوا السندوتشات دي على ما فاقوا نفسهم بعد 6 ساعات كانت حمضت كلوها تسمموا، فهي جت كده قدرا يعني. فاحنا خلينا في الحواشي مش في الحواوشي. لكن طبعا هي اشتهرت ليه بقى؟ لان احنا كنا اتهمنا في الداخليه، هي اللي بعتت لهم في الداخليه بقى ما صدقت، قالت انا بريئه اهو، ما صدقت تطلع بريئه مره قبل ما تموت يوم القيامه، هتطلع مدانه في كل حاجه، وهم ما صدقوا، احنا براءة وجابوها وسجلي وقولي وانا اللي عملت، ما لناش علاقه بيكي، فايه فشهروها يعني. خلاص، فهي من الحواشي سواء كانت لابوين او لاب او لام.
قول والزوجة أي ولو في عدة رجعية كما تقدم في نظيره، والزوجة لغة مرجوحة، والأفصح أن يقال زوج، والتمييز بين الذكر والأنثى بالقرائن. يعني تقول فلانة زوج فلان، أما تقول فلانة ده الست هي وزوج فلان، ما تقولش زوجات، واخد بالك؟ تعرفها بالقرين. أو تقول فلان زوج فلانة، يبقى الزوج هنا ذكر، يعني بالقرينة. قال النووي واستعملها بالتاء في باب الفرائض متعين ضروري ليحصل الفرق بين الزوجين. والشافعي رضي الله عنه يستعمل في عبارات المرأة وهو حسن. وقول والموالاة أي ذات الولاء، والمولاء والمولاء ذات الولاء. وقول المعتقة المولى المعتقة بكسر التاء وهي التي صدر منها العتق، فترث عتيقها ومن انتمى إليه بنسب كابنه أو ولاء كعتيقه. وأما قول المحشي أي ذات الولاء فيشمل المعتقة وعصابتها المتعصبين بأنفسهم فغير ظاهر، لأن الكلام في عد الوارثات من النساء. وكذلك قوله ولو أسقط المصنف لفظ المعتقة لكان أولى وأخسر. نعم المتبادر من المعتقة من باشرت العتق بنفسها وفي قصور، بخلاف المولاة أي ذات الولاء فترث أولاد العتيق وعتقائه كما مر، لأن ثبوت الولاء عليهم إنما هو بطريق السراية، يعني بيسري حتى في إيه؟ في السلالة، لا بطريق المباشرة، وهتان من غير النسب. وكلمة السراية دي هنقراها كتير برضو في إيه؟ في الحدود بقى، زي واحد جرح واحد فمات بأثر الجرح، يبقى كأنه قتله بالسراية، وما قتلوش مباشر بس بالسراية. فهتلاقي السراية دي كلمة مكررة أيضا في الحدود، وإحنا دلوقتي شايفينها طبعا في المستشفيات كتير، العيال يتنقلوا مجروحين وبعد يومين يموتوا، يبقوا ماتوا بالسراية، خدت بالك ازاي؟ فتلاقيها برضو موجودة. قول ولو اجتمع كل النساء فقط أي دون الرجال. وقول ورث منهن خمس أي والباقي منهن محجوب. احنا قلنا لو اجتمع كل الرجالة هيورث منهم ثلاثة، ولو اجتمع كل النساء يورث منهم خمسة. أي والباقي منهن محجوب، فالجدة بالأم، الجدة تتحجب بالأم، والأخت للأم تتحجب بالبنت، لأن الإخوة لأم ما يورثوش إلا في الكلالة، يعني كأنه ملوش فرع وارث، لكن لو ليه بنت خلاص خرج الإخوة لأم. فالجدة بالأم يعني تحجب بالأم، والأخت للأم بالبنت تحجب بالبنت، وكل من الأخت للأب، والمعتقة بالشقيقة لكونها مع البنت وبنت الابن عصبة تأخذ الفاضل عن الفروض. وقوله قال لك خمسة، بيوضحهم لك مين الخمسة دول، البنت وبنت الابن والأم والزوجة والأخت الشقيقة. خلاص، البنت وبنت الابن والأم والزوجة والأخت الشقيقة. قال لك الزوجة، يبقى معنى اللي ميت مين؟ زوج. خلاص، بدل من الخمس، مش قال لك هم خمسة، جاب لك الايه، عدهم لك، فالعد ده بدل من كلمة الخمسة، بدل تفصيل يعني. ومسألتهن من 24 لأن فيها سدسا وثمنا، طالما فيها سدس وثمن تبقى تقسمها على 24، والسدس من 6 والثمن من 8 وهم متوافقان بالنصف، متوافقان بالنصف، فيضرب نصف أحدهما في كامل الآخر فيحصل 24. سهلة عشان بيبين لك ازاي تقسم. للبنت النصف 12، طالما هتاخد 12 من 24 يبقى ده النص. ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين يبقى 4 من 24 عشان يبقى السدس. وللأم السدس تبقى 4 برضو أيضا. وللزوجة الثمن تبقى 3 من 24 عشان يبقى الثمن. وللأخت الباقي، الباقي هيبقى إيه؟ 1، لأن هنجمع 12 زائد 4 زائد 4 زائد 3 يبقى يطلعوا كام؟ 23، يبقى 1، تاخدوا الأخت الشقيقة.
واحد من 24. يعني لو فدان، فدان 24 قيراط، البنت تاخد نص الفدان 12 قيراط، والاخت الشقيقه تاخد قيراط واحد، والام تاخد اربع قراريط، وايه وبنت الابن تاخد برضو اربع قراريط، والزوجه تاخد ثلاث قراريط. كويس. قول: ولا يكون الميت في هذه الصورة، أي صورة اجتماع كل النساء، إلا رجلا، أي وهو الزوج، لأن الفرد وجود الزوجة. ولو اجتمع من يمكن اجتماعه من الصنفين الذكور والإناث، بأن اجتمع كل الذكور وكل النساء إلا الزوجة فإنها الميتة، أو كل الإناث وكل الذكور إلا الزوج فإنه الميت، ورث منهم في المسألتين خمسة. يعني لو اجتمع بقى كل الذكور وكل الإناث هيورث خمسة، بس هنخصم ايه؟ مرة نخصم زوج ومرة نخصم زوجة. كويس. الأبوان والابن والبنت وايه واحد الزوجين. الأبوان ادي اتنين اهو، الأب والأم يعني، والابن ادي تلاتة، والبنت أربعة، وأحد الزوجين اللي هو إيه؟ وهو الزوج حيث كان الميت هو الزوجة، أو الزوجة حيث كان الميت هو الزوج، لحجبهم من عداهم، عشان هيعجبوا كلهم الغيرهم. ومسألة الزوج من 12، عشان للأبوين السدسان أربعة، وللزوج الربع، علشان فيها ربع وسدس يبقى نخليها 12. ومسألة الزوج من 12 للأبوين السدسان، يبقى كل واحد ياخد أربعة، أربعة على 12 يعني، مش كده برضو؟ يبقى كل واحد ياخد 2 على 12، 2 على 12 يبقى سدس، والتاني 2 على 12 يبقى سدس، يبقى هما الاتنين ياخدوا الأربعة، مش كده برضو؟ ما باعتبار المقام يعني. أيوه. وللزوج الربع يعني ياخد 3 من ال 12، والباقي وهو خمسة بين الابن والبنت أثلاثا، لأن الابن برأسين والبنت برأس، ولا ثلث لها. كويس. يبقى أثلاثا يعني بنسبة واحد لثلاثة، الخمسة الباقيين نقسمه بنسبة واحد لاثنين يعني على ثلاثة، يبقى خمسة على ثلاثة أثلاثا، والبنت برأس ولا ثلث لها صحيح، فحصل الكسر على ثلاثة رؤوس، فتضرب ثلاثة في أصل المسألة، هيضرب لك، مش عايز بقى يطلع لك كسور، فيضرب لك الثلاثة في أصل المسألة ال 12 يطلع 36، فنرجع نقسمها على إنها 36 عشان ما نطلعش في الآخر كسور. فهمت بقى الطريقة؟ فتضرب ثلاثة في أصل المسألة وهو 12 ب 36، ومنها تصح فتبقى كلها صحيحة بقى، مفيش كسور فيها. فتقول: من له شيء من أصلها أخذه مضروبا في جزء سهمها وهو ثلاثة، فللأبوين يأخذوا أربعة في ثلاثة باثني عشر من 36، لكل منهما ست، وللزوج ثلاثة في ثلاثة تسعة من 36، ويبقى 15، للابن منها 10 من 36، وللبنت 5. فهمت بقى كده؟ يبقى كده خليها لك ما فيش فيها كسور، اما خليها لك 36. ومسألة الزوجة من 24، لو كانت بقى الزوجة هي اللي ميتة هنخليها من 24. ليه؟ لان هيبقى الزوج ليه الربع، وهتلاقي فيها سدس، ربع وسدس. لما يبقى الزوج ميت هتبقى فيها ثمن، هيبقى فيها ثمن وفيها سدس، فطالما 8 و6 نخلي الايه، نخلي اصل المسألة على 24 على طول. عشان يقبل القسم على، علشان نطلع المسألة من غير كسور، عشان لما نيجي نديهم اجزائهم نديهم من غير كسور. ما نقولش مثلا في المسألة الأولانية الخمسة الباقيين الأخ هياخد منهم إيه بنسبة 2 لواحد،
تلاقي فيه كسور، فهمت؟ فبدل ما يخليها كسور يروح مخلي بقى النسبة دي اللي هي التلاتة، ما هو اتنين لواحد يعني تلاتة، يروح مجمع التلاتة دي ضاربها في أصل المسألة اللي هي الاتناشر، تطلع 36، يقوم ساعتها تدي بالظبط بقى، ما يبقاش عندك كسور. فهو الهدف كده. ومسألة الزوجة يعني لو كانت الزوجة هي اللي ميتة من 24، للأبوين السدسان 8 من 24، وللزوجة الثمن، وللزوجة الثمن، ومسألة الزوجة اللي هي الزوجة اللي عاشة، يعني هنا الزوجة تبقى هي اللي عايشة. هو قال لك هنا ايه مسألة الزوج، يعني الزوج هنا هو اللي ايه اللي مات. مسألة الزوج، وهنا مسألة الزوجة من 24، للأبوين السدسان 8، وللزوجة الثمن 3، والباقي وهو 13 بين الابن والبنت أثلاثا. أما تقسم بقى 3 على 13 لما علمت، ولا ثلث لها صحيح، فحصل الكسر على 3 3 رؤوس، فتضرب 3 في أصل المسألة و 24 تطلع 72. نفس الطريقة تقسمها على 72، ومنها تصح فتقول من له شيء من أصلها أخذه مضروبا في جزء سهمها وهو 3، فللأبوين 8 في 3 ب24 من 72، لكل منهما 12 من 72، وللزوجة 3 في 3 ب9، ويبقى 39، للابن 26، وللبنت 13. وعلم من قولنا من يمكن اجتماعه من الصنفين أنه لا يمكن اجتماع الزوجين. طبعا ما لو اجتمعوا الاثنين مين، ما فيش إرث أصلا. لازم واحد فيهم يموت عشان يبقى في مسألة، خلافا لمن قال يمكن اجتماعهما. في بقى بعض العلماء بقى يقول لك ايه، يجيب لك صورة يقول لك ممكن يجتمع الزوجين. ازاي يا عم الشيخ؟ يقول لك يفكر كده ويجيب لك صورة نادرة. ما كانوا يحبوا العلماء بتوع زمان الفقهاء دول يعني يتصوروا الصور النادرة. عارف دلوقتي، عارف الواد سيد وبقى سالي، وهو سيد انجب فكان زوج، وهو سالي انجبت فبقت زوجة، والشخص واحد. شفت بقى المسألة؟ ما انا بقول لك يعني، لكن ازاي يجتمعوا في وقت واحد؟ هنا مفترقان، لكن ازاي يجتمعوا في الخنس؟ لو واحد اتخلق ربنا خلقه، لو فرج امرأة وذكر رجل، فهمت ازاي؟ فاتجوز شوية وهو انثى انجب فكان زوجة، وبعد شوية كان زوج، فهمت ازاي؟ صور نادرة يعني. هم الفقهاء يحبوا يقعدوا يعني مجرد ان هو بيربي فيك بس الحس الفقهي، لكن ممكن ما تتصورش ولا تحصل، لكن هو بيحاول يعني يربي فيك ايه، انك انت تبقى ايه عندك فكر يعني غير منطلق يعني غير مقيد يعني. فهيقول لك بقى هنا الشيخ هيجيب لك ايه حاجة نادرة. قال لهم يمكن اجتماعهما في ميت ملفوف أقام رجل بينة بأنه زوجته وهؤلاء أولاده منها، وأقامت امرأة بينة بأنه زوجها وهؤلاء أولادها منه. كل واحدة جاية، الزوج جاي قال دي مراتي وأولادي هم منه، والتانية جت قال ده زوجي وأولاده منه، وهو ميت يعمل ايه القاضي؟ فاهم؟ ادي المسألة. فكشف عنه فإذا هو خنثى مشكل، له آلتان، آلة رجال وآلة نساء، أو في ميت مفقود، أو يكون ميت مفقود، الصورة الثانية، أقيم عليه بينتان كذلك. هو مفقود مش عارفين نكشف عليه، لكن جاء واحدة تؤكد أنه زوجها، واحد تاني يؤكد أنه زوجته، فهمت؟ وهو مفقود مش عارفين نكشف عليه، يبقى يا إما موجود قدامنا وكشفنا عليه إنها خنثى مشكل، أو إنه مفقود فيحتمل كذلك. فقيل تقسم التركة بين الرجل والمرأة وأولادهما مع بقية الورثة
على تفصيل مذكور في شرح الفصول وغيره، والأصح ما قاله الشيخ أبو طاهر من أن بينة الرجل الأصح هنا، قال لك لا ما نقسمش بالطريقة الصعبة دي، ده احنا نقدم بينة الرجل على بينة الأنثى ونورث الرجل بقى ونعتبره زوجته. خدت بالك؟ من أن بينة الرجل تقدم على بينة المرأة لأن معها زيادة علم. قول ومن لا يسقط مع الورثة بحال خمسة، نقف عند هذا الحد والله تعالى أعلى وأعلم. أصل علم المواريث المفروض ما نقراش فيه كتير عشان ما تتعبوش منه. ها؟ إلا أنه الرجل مقدم في بينته على المرأة، لأن المرأة قد تختلط، المرأة قد تختلط. أنا أقامت الشهود أن هو جاب شهود على عقد النكاح وهي جابت شهود على عقد النكاح، يقدموا بقى إيه الرجل؟ لأن الرجل يعني هو أصل النسب على أنه أصله، واخد بالك إزاي؟ فيبقى أرجح عند القاضي من المرأة، المرأة بتلحق والرجل يلحق. فهمت ازاي؟ بس علشان كده قال لك هو الأصل. ونقف على قولي ومن لا يسقط من الورثة بحال خمسة المرة الجاية إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. دكتور سؤال في حالة الكلام، ابن الأخت المتوفى يمين